الدكتور خالد وصيف المتحدث باسم وزارة الري قالوا. الو، اهلا بحضرتك اهلا دكتور خالد، اهلا بيك يا دكتور، ازي بنرحب حضرتك؟ بحضرتك في البرنامج اهلا بصفة بيك، دائمة. اهلا وسهلا. احنا عندنا مشاكل يا دكتور خالد في مياه الري، في كرة شباب الخريجين في أسيوط، وعندنا مشاكل في بني سويف، وعندنا مشاكل في الإسماعيلية وفي سوهاج، يعني في محافظات كتيرة. يعني وحضرتك عارف يعني المياه دي شيء أساسي للحياة في كل شيء، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. فيعني عاوزين نحل هذه المشاكل يا دكتور خالد. طبعا مفيش كلام، يعني طبعا احنا اي مشكلة نتعامل معاها بشكل سريع ونحاول نحلها، لكن الاول لازم نعرف سببها عشان انا بحلها صح. تمام. فيمكن انا مركز معاك في الموضوع بتاع اسيوط، لان انا يعني اجريت اتصالات ودرست عشان افهم ايه السبب. اللي زي ما الحاج بيقول بالظبط، ان انخفاض الجهد هو بيسبب ان المحطات الرفع اللي بترفع من النيل تتوقف، هو ده السبب. لكن الميه موجوده في النيل، فور ما الجهد تم ضبطه وارتفع اعتقد الوضع انتهى. لان انا سائل عن الموضوع ده يعني امبارح، قالوا لي هو فعلا انقطع لمده 7 ايام الميه نتيجه تذبذب الجهد، لكن حاليا الميه موجوده. انا عايز اعرف دلوقتي هل ما زال النهارده في مشكله؟ انا معانا الباشمهندس سامي بيقول الوضع كما هو. كما هو الوضع، كما هو، ما فيش اي تغيير فيه خالص. لا بس لحظه، الوضع كان اتحسن لما الكهرباء رجعت، الكلام ده لعب 3 ايام بالظبط بعد اذن سيادتك. يا دكتور خالد، احنا بالنسبه لنا في اسيوط لا نملك الا نشكر السيد المهندس احمد فؤاد وكيل وزاره الري باسيوط. تمام. ونشكر السيد المهندس حسين جلال مدير عام الري، والمفتش المهندس محسن، لان الناس دي ليل ونهار معانا. وبدليل الافتراءات اللي بيقولها الباشمهندس عبد الناصر، من حوالي شهر تم غرق محصول كامل بقرية العوامر بسبب عدم توفر الكهرباء لرفع المية، لان هو مدي مية وما فيش كهرباء يرفع. ماشي، مدي مية وما فيش كهرباء ترفع. صحيح. فاحنا بالنسبة لنا كمشكلة الري ما عندناش مشكلة في الري، ونشكر كل القائمين على الري بقيادة المهندس احمد. احنا عندنا مشكلة وعاوزينها تتحل. عندنا مشكلة وعاوزينها تتحل. انا بتكلم على اسيوط يا دكتور، انا بتكلم على اسيوط. المشكلة ان مفيش تنسيق، زي ما انا قلت كده بين وزارة الكهرباء وبين وزارة الري. قلت للدكتور حامد، لا ري لا الكهرباء ولا الري في تنسيق بينهم وبين بعضهم، ولا مصلحة مكلفة الكهرباء في نفس الوقت. انا عندي ميه وعندي محطات ومفيش كهرباء. ايه عايز المهندس؟ طيب هو يعمل ايه يعني بتاع ايه عايز مهندس الريف برضه يقول ان عندي مشكله؟ يا حاج احمد، ما هو ده دوره بالظبط كده. هو ده دوره، هو دور جنب دوره. دكتور خالد، حضرتك لسه معانا على التليفون؟ بس لو سمحت لي، وعشان انا يعني برضه ابقى اسعد ان انا اتفرج عليك واقول بس المعلومه المهمه. طبعا لا شكر على واجب ده، دي مهمه ووظيفه كل العاملين في الري، ان احنا اصلا بنشتغل عند المزارعين، واحنا مرتباتنا بناخدها من الضرايب اللي الدوله بتديها لنا، ليه تاخدها من المزارعين برضه؟ ليه ده شيء طبيعي. انا عايز اقول ان موضوع التنسيق اللي تم فيها اسيوط دي نموذج جيد، ممكن يتم في اي مكان اخر. يعني الكهرباء رجعت بعد اتصالات سواء من المزارعين او من مسؤول الري المهندس احمد المهندس حسين وباقي الزملاء مع الكهرباء. طبعا الكهرباء معذوره، احنا عارفين مشكله الكهرباء، مشكله كهرباء كبيره، في احمال زايده، في درجه حراره مرتفعه فبتسبب ضغوط طبعا، لكن لابد يكون في اولويات، والزرع له اولويات مهمه. يعني الزرع زي بالظبط ما نقدرش نقطع الكهرباء عن المستشفى، ايضا المحاصيل اللي يجب ان تنقطع عنها الكهرباء لمده تزيد عن اسبوع في الحر ده. اللي عايز اقوله بقى بالاضافه ده، ان بالنسبه لسوهاج ارجو ان الاخ المنتفع عليه على حضرتك يتجه غدا لمكتب السيد وكيل وزاره الري في سوهاج، وهو لا يقل كفايه ابدا عن المهندس احمد. بعت له الجواب عن طريق وكيل وزاره الزراعه في سوهاج. لا بص معلش، انا معاك وهو بيعملوا كل مجهود، بس يا دكتور المشكله بعد اذن سيادتك، المشكله ان مفيش تعاون بين بتوع مصلحه الميكانيكا والكهرباء وبتوع الري. ده يقول له انت مش فني، وده يقول له انت ما تفهمش حاجه في المحطات، ودي حصلت في محطات نجع حمادي. والمحطات بعد ما كان الجهد منخفض اللي قاعدين له 3 ايام دلوقتي، الجهد بيرتفع والمحطات واقفه، وبقعد لتاني يوم لما يظبط الجهد. قاعدين 3 ايام بهذا الوضع، وثلاث ايام المحطات مش شغاله ومفيش ميه في المشروع،
وبسبب برضو ان لما يروح مهندس الري هناك عشان يقول له شغل وحدتين او شغل ثلاثه يقول له دي انت مش فني ما تفهمش في الموضوع ده. لا بس معلش وممكن سيادتك ممكن سيادتك تتصل بالباشمهندس صبري مختار ابو شامه هيقول لك الوضع ده بالظبط. لا يعني شوف انا اعرف المهندس جلال اللي هو وكيل وزاره الري ده راجل اولا شاطر جدا جدا واسيوطي من المنطقه عندكم وعارف كل حاجه وهو مشكله ارجو ان انتوا تتوجهوا له عشان التفاصيل دي قد تكون غايبه عني. تتوجهوا له غدا ان شاء الله احنا هذا الموضوع مفيش مشكله خالص اعرفكم اي معلومه. احنا يا ريت يا دكتور يا ريت توتك برضه يعني طلعونا محطات الرفع والضغط من موضوع تخفيف الاحمال دي او انقطاع الكهرباء خالص بعد اذن حضرتك دكتور خالد. دكتور خالد نتمنى ان يكون في تنسيق بين وزاره الري ووزاره الكهرباء لحل هذه المشكله لانه شباب الخريجين او المزارع بصفه عامه مالوش في المشاكل اللي موجوده بين الوزارتين. احنا عاوزين نحل المشكله. تماما شاء الله يكون في مزيد من ان شاء الله. نشكر حضرتك دكتور خالد وصيف المتحدث باسم وزاره الري الف شكر.